أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. المفوضية الأوروبية تعلن عزمها عقد مؤتمر بروكسل السابع للمانحين الدوليين من أجل دعم سوريا والدول المضيفة للاجئين يومي 14 و15 من الشهر الجاري. هيئة التفاوضات السورية تعقد أولى لقاءاتها في جنيف مع المبعوث الأممي الخاص لسوريا جير بيدرسون والحديث عن التطبيق الكامل لقرار الأمم المتحدة 2254. اندلاع 14 حريقا في مناطق شمال غرب سوريا معظمها بمحاصيل وأراضي زراعية محصودة، إضافة لثلاثة حرائق في منازل وغيرها، والدفاع المدني عمل على إخمادها وتبريدها. وتقاست تغلق عددا من الممرات التي افتتحها الأهالي على نهر الخابور شمالية دير الزور، كانوا يستخدمونها للعبور إلى الضفة المقابلة بسبب بعد الجسور التي تربط بين ضفتي النهر. قوات سوريا الديمقراطية تحصر عدة مواقع لقوات سلطة الأسد في مدينة القمشلي ردا على حصار الأخيرة لحيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب. مقتل الشاب أحمد عيد الكراد المتهم بالعمل في تجارة المخدرات عقب استهدافه برصاص مسلحين مجهولين في منطقة السوق بدرع البلد، وفق مراسل حلب اليوم.